لأول مرة بيجتمع كل العدد الكبير ده من نجوم الفن والإعلام تحت سقف دار الأوبرا المصرية. وطبعا إذا عرف السبب بطل العجب. طيب إيه السبب وليه الانتقادات الواسعة دي واللي جعل الناس تنقسم ما بين مؤيد للي حصل واللي معارض ليه بشدة، خصوصا ان في ناس شافت ان اللي حصل ده طوريتة كبيرة لمصر. طيب ايه الحكاية وايه اللي حصل ده اللي هنعرفه حالا، بس ياريت انتوا كمان تشاركونا برأيكم في اللي حصل ده. وطبعا قبل ما نبدأ بنفكر كل اللي بيشوفونا لأول مرة بالاشتراك في قناة نجوم الغلاف على اليوتيوب وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لهم لحد عندهم كل جديد احنا بنقدمه. وطبعا بالنسبة لأصدقائنا الدايمين لينا بنقول لهم ياريت لو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. وبينا نبدأ. ما أن أعلن عن إقامة حفل يحمل عنوان ليلة سعودية مصرية تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني ورئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي الشيخ، حتى أعلن البعض عن غضبهم وإزاي إن اسم السعودية يسبق اسم مصر والمفروض إنه كان يتقال ليلة مصرية سعودية، خصوصا إن أغلب الحضور والمشاركين في الحفل مصريين وأغلب الأغاني مصرية كمان، علاوة على إن مصر هي أم الدنيا ولا يعلى عليها في الفن وهي صاحبة الريادة في المنطقة العربية كلها، ولا علشان تركي الشيخ هو صاحب الليلة وهو اللي صارف. طيب يا أخوانا إيه المشكلة؟ ده كان رد الناس التانية واللي قالوا إن السعودية بتعتبر ضيف على مصر في الليلة دي وواجب الضيف إننا نقدمه علينا. وغير كده في سؤال اتسأل كتير وهو هل اللي حصل ده كان توريطة لمصر؟ وإن أهي بتعمل حفلات رغم اللي بيحصل في غزة، وطالما هي كده ليه بقى المصريين كانوا بينتقدوا السعودية لأنها استمرت في عمل حفلات موسم الرياض في الوقت اللي كان فيه دم إخواننا في فلسطين بينزف؟ يعني بعد ليلة سعودية مصرية بطلوا يا مصريين تفتحوا بقكم، وعلى رأي المثل لا تعيرني ولا عيرك الهم طيلني وطيلك. مش بس كده، لا ده بمجرد ما توافد الحضور على الحفل تفاجأ الناس بكل المشاهير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال وغيرهم جايين عشان يحضروا الحفل، واللي أصلا عمرهم ما تجمعوا مع بعض قبل كده خصوصا تحت سقف دار الأوبرا المصرية. الناس بمجرد ما شافوا كده أعلنوا الغضب الشديد عليهم. طيب في إيه يا أخوانا ولزموا إيه الهجوم ده؟ قالوا اللي حصل ده عار، لان كتير منهم بقالوا فوق العشر سنين ما دخلش دار الاوبرا ولا حضر اي مهرجان مصر عملته، وانهم مش جايين علشان يمثلوا مصر بلدهم، لا دي جايين علشان ينولوا رضا تركي الشيخ وما يغيبوش عن عينه، خصوصا ان هو اللي وجه ليهم الدعوات للحضور ودعوته بمثابة امر ليهم انهم ييجوا، وإلا هيتحرموا بعد كده من دولارات وريالات هيئة الترفيه في الحفلات والبرامج والأفلام والمسرحيات اللي بتصرف عليها بالهبل. يعني الناس اللي جات منهم وهي أصلا مرضي عليها من تركي الشيخ وشربت من نيل فلوسه، فكان لازم تيجي علشان ما يغضبش عليهم ويحرمهم من جنته. وضربوا مثل على كده بعمر دياب اللي بقاله سنين مع التبش دار الأوبرا، ومحمد منير اللي شارك في الحفل وإيده مكسورة. أما الناس التانية فدول جايين علشان ينولوا رضا تركي الشيخ، وكل أملهم إن ياخدهم في برامجه وحفلاته وأفلامه اللي بيصرف عليها. طب يا أخوانا وليه ما تقولوش إن اللي جاب الناس دي محبتهم تركي الشيخ وإنهم بيعتبروه بمثابة الأخ بالنسبة لهم، وإن طبيعي لما يبقى ببلدهم ييجوا علشان يرحبوا بيه ويحسنوا ضيافته. وبعيد عن الغضب والهجوم ده في أكتر من حاجة كويسة حصلت في أول ليلة من ليالي سعودية مصرية، لأن زي ما بيتقال إن هيكون في ليالي تانية هتتعمل. من أهم الحاجات اللي حصلت هو الصلح اللي تم بين عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى بعد سنين طويلة من الخصام والتلاسن بينهم، واللي أعلن الصلح بينهم كان تركي الشيخ بنفسه لما نزل بوست على صفحتهم مع صورة ليهم قال فيه حبيبي الهضبة وحبيبي عمرو مصطفى والصلح رقم 549 وربنا يتمها على خير. ده اللي قاله تركي الشيخ،
وياريت اللي يعرف منكم ايه هو رقم 549 يقولنا في التعليقات ويقولنا كان قصده ايه تركي الشيخ بالرقم ده. ومن الحاجات اللي حصلت كمان عودة المطربة أمال ماهر للغنى بعد فترة طويلة من الغياب، خصوصا بعد ظهورها من كام يوم مع عمرو أديب في برنامج الحكاية في لقاء كان أشبه بالاعتذار منها لتركي الشيخ، وإنه ما حصلش منه أي أذية ليها، وكل اللي حصل وتقال قبل كده كان مجرد شائعات، لكن هما أكتر من حبايب وبينهم نجاحات كبيرة، واللي هتستمر الفترة الجاية على حد كلام أمال ماهر، واللي بدأت بالفعل لما غنت في أول ليلة سعودية مصرية. أعزائي المشاهدين، يا ترى أنتوا إيه رأيكم؟ وإيه أكتر حاجة لفتت انتباهكم في أول ليلة من ليالي سعودية مصرية؟ أنا شكسبير أشهر كاتب في التاريخ. وأنا الموناليزا صاحبة أشهر لوحة في التاريخ. أعزائنا المشاهدين، شاهدوا هذه الفيديوهات على قناة نجوم الغلف. قناة نجوم الغلف على اليوتيوب، قناة فنية، قناة ترفيهية، كل شيء عن النجوم والنجمات، قصص وحكايات، حقائق ومعلومات من مصادر موثوق فيها. تأكدوا أنكم في قناة تحترم عقولكم. ولأني أنا الموناليزا أوجه لكم الدعوة للانضمام إلى قناة نجوم الغلاف. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات مع قناة نجوم الغلاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.